يا حبيبي بنكفي بفنجان قوة، كلمة منك وكلمة منه وكلمة من الورقة والكتاب، بس الكتاب رح يكون محطوط على الموقع وبتقروه. الصحوة أيها الإنسان، أنت السيد والحسيب والرقيب على نفسك، أنت الشاهد على كل مشهد، أنت المسجد والهيكل والمعبد. إن الله هو السر الساكن في لب الألباب والأقرب إلينا من حبل الوريد. لماذا هذا الجهل؟ الإنسان عدو ما يجهل. ابتعد عن المعابد وعن أهله وادخل إلى محراب القلب، وهذا هو البيت العتيق حيث لا فناء لملكه. نحن أيضا نبني الأبراج الفخمة والضخمة، وبيتنا للحارس أو للناطور لا هواء فيه غير ضجيج المكنات والمكيفات، وأصغر من حفرة التنور، ولا شمس في بيته غير حرارة أنابيب المياه. هل زرت مرة حارس بيتك أو قصرك أو برجك أو خادم مسجدك؟ لقد ولى زمن الخلفاء، أين نحن منك يا أبو بكر؟ كم أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبو بكر؟ أين نحن منك يا عمر؟ نحن في خدمة الآلة ونسينا الآية، نسينا هالة النور وعذاب النار. أين هي صلاة الأولاد والأطفال؟ أين البراءة والحكمة؟ أين الفطرة والخبرة والعبرة؟ فيا أخوتي القراء، لا كلام عندي عن الصلاة سوى قصص أراها وأسمعها وأجد فيها كل شيء حول الصلاة إلا الصلاة. أنت الصلاة إذا اتصلت، وأنت الفصل إذا انفصلت. من كان لله دام واتصل، ومن كان لغير الله انقطع وانفصل. أنت وين نيتك؟ رايح على الكنيسة شو النية؟ قاعد بالبيت شو النية؟ إنما الأعمال بالنية، والصلاة فعل وعمل. أعجل وتوكل كل عمل عبادة، ولكن فطرة خطرة. هذا كتاب هيك بالعربي يعني؟ لا لا، خلون ضل روح على المسجد، ضل روح على الكنيسة، ضل روح على الكنيسة، شو حطوا مصاري، شو حطوا دايما هيك. إذا إنسان شوي منيح بسموه قديس. يا خي هالقديس هو كمان بده الله. يا في إنسان خاطئ بيعرف المنيح والوحش، بروح بيعمل لوحش، عارف حاله خاطئ، صادق بغلطه، وهيدا بده يكون قديس. تخيلك أنا عندي هذا، بده يكون قديس. في واحد اسمه حكيم، سينر وسينت وسيج. الحكيم لا بده يكون قديس ولا بده يكون خاطئ. لتكن مشيئتك، وكل لحظة عم بعيش فيها مثل ما عم بحس. من نطالب حدا يكرمه، بري نوبل ما بتنعطى للمسيح. المسيح بنصلبه، محمد بنجلده وبنرجمه بالحجار، وبعدنا هيك عم نعمل. كل واحد عم نجلده وبنرجمه وبنأذيه عم نعملها بالمسيح وبمحمد وبالله، بهالألوهية اللي فينا. إن الأمثال والحكايات أبلغ من الوعظ ومن شرح الكلمات. وتذكرت قصة خوري الحارة. كان عندنا خوري هم الوحيد دعوة الناس إلى الكنيسة، وكانت زوجته لا تصلي ولا تدخل أي هيكل حتى غرفة الصلاة اللي في البيت. وفي أحد الأيام شكاها إلى المطران، وعند صلاة الفجر أو الشروق دخل الخوري إلى الكنيسة وزوجته على الشرفة تشرب القهوة مع العصافير والشجر، وإذا بالمطران يدخل ويراها تسقي الزهور وتلعب مع الطيور والكلب والصيصان. وسأل عن زوجها، قال راح عند الفجر وذهب إلى جارنا أبو معروف. سمعها زوجها وأتى يعاتبها، يقول لسيدي المطران: يا سيدي، نحن نصلي في الكنيسة ولكن زوجتي لا تقرأ في الإنجيل ولا. فضحكت الزوجة وقالت: الشاهد هو الله، وأسأل قلبك وكن صادقا مع نفسك. فسكت الزوج وقال لها المطران: أنت صادقة. وسألها عن رأيها فقالت: يا سيدي، إنني زوجته، هو أعرف آخر كلمة قالها قبل النوم. قال لي: عند طلوع الفجر سأذهب إلى جارنا وأطلب منه الفائدة ورأس المال، لأني وجدت من هو أكرم منه ويدفع لي فائدة أكبر وأكثر وأكثر. هذه صلاة زوجي اليوم، ربح الحرام من رجل مسؤول عن الأيتام. هالرجال اللي دينوا المصريات أرملوا عنده أيتام وعم بيربيون، وكل شهر بيجيب له صرمية وبيهدي وبيعطي فايز يعني، بس شايف واحد بيدفع له أكثر. هي الخورة يعني، هيك عم بيصلي، عم بيفكر هونيك بس عم بيقول كلمة شفافة، عم بيصلوا ليب سيرفيس اسمها. بس هو فكر لا بده يروح لأبو معروف أي ساعة بده وعي ويأخذ منه مصريات ويأخذ الفايز. فأين نحن من الصلاة المتواصلة مع القلب ومع الرب؟ من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه عرف.
نعم، كل عمل عبادة وصلاة. كم من المرات أصلي وقلبي موصول بالشوارع وبالحوانيت وبالغيبة وبالضياع، لا أذكر مرة واحدة ذكرت الله إلا وحا وطن الشياطين كل انصاروا والضياع. أسألك يا أخي، هل الله بحاجة إلى هذه المعابد؟ وهو الذي قال إنني في قلب عبدي المؤمن. ومن هو المؤمن؟ إيماننا بالدنيا، وإلى أين المصير؟ أين أنت أيها الضمير؟ أين الصلة والتواصل والصلاة؟ أذكر نفسي دائما وأبدا بأن الصلاة صلة مع الخالق عبر الصلة مع الأنفس كلها، مع اللحظة، مع هذا الحرف وهذا الإحساس المتواصل مع جميع مخلوقاته. كلنا من الله وبالله ومع الله، للإله الأزلي الأبدي، ولكل دين طرقه الخاصة به. وأينما تقف فأنت في بيت الله، وأينما تحفر تصل إلى المياه، وأينما تولوا فتم وجه الله. قال له لقي لي وين ما في الله تأكل هالتمرة، من مكان رح يشوفني؟ بس الله رح يشوفني وين مكان. نحن اليوم نهتم بكل الحضارات، وصلنا إلى القمر ولا أستطيع الوصول إلى قلبي أو إلى دار الجار. عندنا كل الحضارات ونسينا حضرة الرسول، وهمنا الأكبر بناء الأبراج والمعابد ونشر الفساد في الهواء والمياه والفضاء. نعم، ماذا أفعل الآن؟ لا نملك إلا هذه اللحظة، ولا يحبنا إلا الخالق، والحق لم يترك لنا صديق. إذا أخذت عندك الحق بتصير طالع اتصال على آخر قمة بالجبل، فرد إجر هيك قاعد كالقابض على الجمر، لأنه اللي عنده حق ما بيقدر يساوي، ما بيقدر، ما في كذاب، بشوفه كذاب أو غلطان أو ما فيني أسكت. ما تخلي حدا يشاركك بشرك ووقعك فيه أو يستفيد منك أو يعصر منك، ممسحة أنت منك عصارة. يعني ماذا أفعل الآن؟ لا نملك إلا هذه اللحظة، لا يحبنا إلا الخالق، والحق لم يترك لنا صديق. جسدي والذي يرافقني إلى القبر، وأعمالي التي تحاسبني من ممر إلى ممر، والتاريخ يعيد حياتنا ونراها اليوم ونراها كل يوم. أنت الحي القيوم، أنت اللي عم بتقيم نفسك. شو عملت اليوم؟ اليوم شو عملت أنا؟ بسأل حالي هيك، سجلت بالتلفزيون وهلأ هون معكم. وعادة بس اطلع من التلفزيون باخد تاكسي عن الطريق، بروح بتاكسي من المكتب بيوصلني، بس هونيك ترجع اطلبه من المكتب وينطر وما يجي او يجي، او باخد تاكسي عن الطريق. اليوم واحد وقف لي وقال لي انا بحبك كثير مثل اللي بيقولوا، قلت له بتوصلني على البيت؟ بلا كثرة المحبة يعني حكي ما بدنا نقطع. قال لي اطلع على الطريق. خبرني انه هو كولونيل ومدروان ومدروان، القاب القاب. قلت له دخلك شو اسمك؟ قال لي رمزي. قلت له شو اللي قال؟ الخرى، مع احترامي للخرى. تعجب هيك، قال لي انا بسمعك كل يوم ومعك حق. قلت له حط اسمك، خلقت كولونيل انت؟ خلقت فص صغير بتشخ تحتك وبتخرى، هيك رح ترجع بس تخدير بتشخ تحتك وبتخرى. قال لي ايه معك حق، بس كان معه ناس قاعدين قدام عم يفسر لي انه كان باسبانيا ومدري شو كم لغه بيحكي، بس صار صديق طاشته. قلت له لا وحدي انا وياك، وين بيتك؟ وصلني. قلت له تعال سهر هون التنم بحزب الحمير، بتكون اخر حمار انت، يعني بتفوت حمار بالاخير، بس بعدين اذا كنت شاطر بتصير حمار مهم، بتفهم؟ قال لي ما حدا قال لي اياها هيك، يعني بتعرفي انا في الطريق كلمت في لهم اللي هي بعرفها مزبوط، بده يجمع حجار، هيدي بتقربني، هاي من بحشعلي، هاي من ترتيج، هاي من تنورين، هيدي هيك، هو بيقرب حدا من تنورين، لان انا امي من دوما واختها بتنورين. قلت له هلا انت بتعرف انه امي؟ قال لي ايه، بس معك كل شيء وبحفظه، بده يجمع الحجار. قلت له كل اللي قلت لك اياهم بعدك كولونيل، والايميل تبعه كولونيل. كولونيل يعني معه سرطان شيء بمصران الغليظ. قلت له هيدا انت مصران الغليظ؟ قال لي يعني لو بتسالي عني انا شو بالجيش وبالدرك وخيه مدري وين، بدي احكي لك الوزير. قال له كلهم خنازير وفيروسات وما بدي حدا، ما بدي اي خدمه، عندي الاخره وعندي رغيف خبز. نعم، ان قصه صيدوم وعموره وفيضان نوح والزلزال وغيرها من العلامات
ليست أسطورة بل حقيقة نراها في كل قلب وكل كتاب، وستعاد رحمة برحمة بالعباد، علنا نتعلم من هذا الألم. نعم يا حبيب قلبي، نحن اليوم نهتم بكل الحضارات، وصلنا للأمر وأنا لا أستطيع الوصول إلى قلبي أو إلى دار الجار. عنا كل الحضارات ونسينا حضرة الرسول، وهمنا الأكبر بناء الأبراج والمعابد ونشر الفساد في الأرض والمية وبالهواء. يعني إذا منعيد هالكلمات 20 مرة، عيد 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 عيد، أحلى من عيد مبارك، عيد سعيد، كل جملة آية شو ما قريت بالعربي أو بالإنجليزي أو بأي لغة لأوشو، إذا العشاء مثلي عم بيكتبوا والعشاء مثلكم عم بيسمعوا. هذه قصة الإنسان في كل يوم وزمان. إن الصلاة صلة بالقلب، ويوجد القليل من رجال الدين وأهل الله في كل البيوت. علينا أن نتقرب من قلوبنا أولا، إذا خليت باليد إلا ما تلاقيكم رجال أو مرأة أو رابي أو شيء. آخ، نتعرف على قلوبنا أولا حتى نتعرف إلى ذواتنا إلى أهل الله، وكل الطرق سالكة وآمنة، معا سنبقى وسنسير إلى بيت الله، البيت العتيق مع الرفيق الأعلى. هذا هو الوطن لكل إنسان، ما في إن إلا الوصول والتواصل تنوصل نكون من أمة محمد أو أمة المسيح أو أمة إبراهيم أو هالأمة الإلهية، يعني كلنا عياد الله. بس إذا ما بلشت هلأ أي متى؟ إذا مش أنتوا أنا هو ألس نحن. لقد عشت فترة مع قبيلة ترفض حضارات اليوم، هيدي قالوا لي منا حضارة هاي. حياتهم على الفطرة، لقد رأيت فيهم كل ما أعرف، كل ما أجهل، وكل ما أتمنى أن أعرف. لا كبت عندهم ولا فلت، لا أمراض ولا عوارض، لا قوانين ولا شرائع. الأرض أمهم وخالق السماوات ربهم ومرجعهم. ولما سألت رئيسة القبيلة أو الأم الحكيمة كما ينادونها، لماذا لا تصلون؟ قالت وهل يذكر الحاضر؟ نحن في حضرة الخالق. قالت لي we are in the presence. This is our revelation. يا حبيبة قلبي، ما بيصلوا ما بيصوموا، عريانين، انت بدك بلبسوك شيء هيك بس يموتوا بيندفن بهالكفن اللي لبسوك، ما بيلبسوا هني وبعدهم بيمشوا احياء، بيلبسوا الجسد بس يموت، حتى لهيك احترام للارض، انه عم بعطيك شيء ميت بس انت بترجعي هالميت بتكلي وبتحولي الى حياه. يا حبيبي شو هالاحترام؟ الهونزا هيك، جماعة الأمش، جماعة بهاء الدين، في كتير بأمريكا هيك. يا حبيب قلبي، قالت لي كيف لا نبي؟ لأننا لم ننسى الله، هل يرسل لنا مذكر؟ نعيش رسالته بالفطرة، وديننا هو التدين في القلب وفي كل لحظة نحياها. الدين معاملة وأخلاق ورحمة ومحبة وسلام. وإذا بطفلة تقول لي أنت عندكم أنبياء وديانات كلها تدعوكم، كما نعيش دائما نسمع أخباركم، وصلتم إلى القمر وإلى العلوم والحضارات، ولم تتحضروا للموت ولا للحياة، لا سلام عندكم ولا رحمة. وهذه الفتاة في ربيعها السادس، وكما قالت لي جسدي له عمر، ولكن الساكن في هذا الجسد لا عمر له. 6 سنين جسديا. هذه المعرفة هي الصلاة والتواصل الدائم مع الحي القيوم. ومن عرف اعترف بأنه لا يعرف شيئا. ولنتذكر بأن الله لا يحتاج إلى وسيط، ولحبه لنا جعل الصلاة صلة بينه وبيننا، صلة صمت وتأمل، وهو العليم السميع. أنت صاحب الخيار والقرار، اختر أنت صلاتك وصلتك بالمعبود وبالوجود، وكن عابدا وعاشقا للأبد. أنت حر، خلقتكم أمهاتكم أحرار، ليه بدي يكون عبيد؟ في عبادة وفي إبادة، أنت شو بتختار؟